السلام عليكم، معكم طلال نقار، بتابع معكم بسلسلة النفروباثولوجي. هأستعرض معكم اليوم الـ IgA نفروباثي. هنستعرض الجانب الباثوفيزيولوجي والباثوجينيسي لهذا المرض. بداية، هو مرض معقدات مناعية. مثل ما بنعرف، المعقد المناعي هو أنتيبادي في الضاد مع أنتيجين مع مستضدات بتتحد مع بعض وتساوي معقد مناعي. بحالة مثلا الفيروسات، هذا هو المستضد، الانتيجين بتهاجمه الأضداد وبتساوي معه معقدات مثلا، أو الجراثيم. بحالة الاي جي اي نفروباثي، الاي جي اي بحد ذاته هو المعطوب. في عندي اي جي اي معطوب، فيه مشكلة، عم يساوي مستضد، عم تهاجمه الأضداد الاي جي جي، عم تتشكل، عم يشكل معقدات مناعية. هاي المعقدات المناعية عم تروح عبر الدم، عم تترسب بالميزانجوم، عم تعمل تفعيل للخلايا الميزانجيمية، وعم تعمل مرض الـ IgA نفروباثي. هذا هو باختصار اللي عم يصير. فمرة ثانية، أنا في عندي IgA معطوب، عم يشكل معقدات مناعية مع الـ IgG، عم يروحوا على الكلية من خلال الدوران، عم يعملوا تفعيل للمتممة انسايتو. مثل ما قلنا، تفعيل المتممة هون بالمكان، وبالتالي ما بيصير نقص للمتممة بالسيرم. هذا مميزات الاي جي جي ومفاتيح التشخيص تبعه. مثلا الخلايا الميزانجيمية في كروس توكينج، بتحكي مع الخلايا الثانية في تفاعل متبادل مع الخلايا الاندوثيليال، مع الخلايا الابيثيليال، الخلايا القدمية، وبالتالي بيصير في عندي اذية بالغشاء القاعدي، بيعمل هيماتوريا وبيعمل بروتينوريا. فهذا شيء طبيعي، الميزانجيوم كميته قليلة من الخلايا، هي الكابيلاري، لاحظوا الفوت بروسيس هون عم تترسب المعقدات المناعية، اللي هي مثل ما قلنا مشكلة من الاي جي اي مع الاي جي جي المضادة للاي جي اي، لانه الاي جي اي فيه مشكلة. حتى ممكن الاي جي اي بحد ذاتها تترسب هون وتعمل تفعيل للخلايا الميزانجيمية. فهذا الخلايا الميزانجيمية لما يصير فيها تفعيل، حتتأثر الخلايا القدمية. فشوفوا هون الفوت بروسيس بأماكن معينة، فيس مثلا، مش توتال، إضافة لأنه الخلايا الإبيثيليال حتى بحد ذاتها ممكن تتأذى، وهذا شيء غشاء القاعدة حيتأذى، بيصير في عندي بيلة دموية هي الأشع، إضافة إلى البيلة البروتينية اللي ما بتكون عادة عالية، بتكون صب نفروتيك بهذا المرض. ليش الاي جي اي معطوب؟ الاي جي اي مثل ما حكينا، او مثل ما كل الانتيباديز، هو سلسلتين ثقيلتين الهيفي تشين، وفي جنبهم سلاسل خفيفه لايت تشين. السلاسل الثقيله الهيفي تشين مرتبطه مع بعضها، عم نحكي على الاي جي اي 1، لانه في تو تايب اوف اي جي اي، في اي جي اي 1 واي جي اي 2. الاي جي اي 1 في منطقه اسمها الهنج ريجن، هي المنطقه بتوصل السلاسل الثقيله ببعضها، لاحظوا هي الجزء من السلاسل الثقيله اضافه الى هذا الجزء، فهي المنطقه بيناتهم هي الهنج ريجن، هي عباره عن تسلسل حموض امينيه. هذه الهنج ريجن بيكون في نقص بالارتباط الجالاكتوز، هي النقطه الدائره الخضراء هي الجالاكتوز. الطبيعي انه هذه يصير في ارتباط للجالاكتوز بهي المنطقه، يحميها من الدوران، بيحميها من الاضداد. بالاي جي ان نفروباثي الجالاكتوز ما بيرتبط فيها، وبيصير في عندي نقص بالجالاكتوز بهي الاي جي اي المعطوب، فبالتالي بيعرضه للاي جي جي اللي بيتشكل، لحتى بيعتبره جسم غريب لهذا الاي جي اي المعطوب. نفس الكلام، انا في عندي الهنج ريجن اللي هي عم تربط السلاسل الثقيله ببعضها، لاحظوا هي هذه السلسله الثقيله، هذه هي الهنج ريجن، هذا الاي جي اي 1. بالاي جي اي 2 ما في، بالاي جي اي 2 ما في هذا الكلام. الاي جي اي 1 هو السكريتري، هو الموجود هو موجود بالسيرم، هو الاي جي اي 2 هو السكريتري الموجود بالافرازات. ففي تسلسل حموض امينيه يتم حمايتها بالجالاكتوز، هذا الشيء الطبيعي انه ينضاف الجالاكتوز لها. ليش بينضاف الجالاكتوز لها؟ هي اسمها البوست ترانزليشنال موديفيكيشن، تعديلات ما بعد الترانزليشن، البروتين بعد ما يمرق من الدي ان اي للار ان اي لتوصل للشبكه الداخليه، ويصير في عندي تصنيع للبروتين، يعني ترانسكريبشن، وبعدها وبعدها وبعدها. فصار الترانزليشن بعد بوست ترانزليشن، بعد ما يتشكل سلسله الحموض الامينيه،
بيصير في تعديلات عليها، بينضاف جذور الأسيتيل، بينضاف جذور الفوسفور أو اليوبيكويتين، الميثايل مثلا، ومن التعديلات المعروفة والمشهورة الجالكتوز أو الجلايكوليزيشن، إضافة جذور سكرية مشان يصيروا جلايكوبروتين. بحالتنا هذه الجلايكوزيليشن بتكون ناقصة لسبب أو لآخر. فهل هي إصابة وحيدة؟ هي سينجل هيت؟ لا، مش ضربة واحدة، هي مولتي هيت، لأنه في عندي الجالاكتوز ديفيشنت اي جي اي 1، هذا لا يكفي بحد ذاته للإصابة، لأنه أقارب المصابين بالاي جي اي نفروباثي بيكون عندهم هذا الاي جي اي بس ما بيكون عندهم المرض، وبالتالي وجود هذه الأضداد المعطوبة ما يكفي لأحداث المرض، لازم يكون في ضربة تانية. مثلا ممكن يكون يصير انفكشن، الانفكشن ممكن يزيد من إنتاج هذه الإيمونوجلوبولين الاي جي اي 1، وبالتالي بيصير الضربة التانية. هلأ هذه بتتجمع بتشكل المعقدات المناعية اللي بتروح على الكابيلاري، عفوا من خلال الكابيلاري بتروح على الميزانجوم، وبتعمل بتعمل الأذية من خلال تفعيل الخلايا الميزانجيمية، من خلال تفعيل الكومبليمنت انسايتو، وبالتالي بيصير الأذية. الكلام بالسلايد هذا نفس الصورة، نفس الشيء. في جينيتك فاكتور طبعا ضروري جدا يكون موجود، الانفكشن هو السكند هيت، كله بيلعب مع بعضه بيساوي الاي جي اي deficient galactose اللي هو نقص بالجالاكتوز. نفس الكلام ما حعيده، ربما يعني انا بحاول اعرض سلايدات مختلفة مو بالضرورة اخوض بتفاصيلها، بس مشان ثبت هالفكرة انه لحتى يتشكل هذه المعقدات المناعية من الـ IgA1 galactose deficient يتشكل معقدات مناعية، في multiple hit، في ضربات مختلفة لازم تصير. مثلا ممكن يكون infection، مثل ما ان IgA nephropathy شائع انه يصير في recurrence بعد respiratory infection، وهذا الشيء بيشبه post infectious glomerulonephritis بموضوع المدة الزمنية بالIgA nephropathy، خلال يوم يومين ثلاثة ايام بيصير البيلة الدموية، بينما post infectious بتحتاج لإصابة لأسبوعين لحتى يتشكل يصير الأذية او تظهر الأذية. ما اظن في شيء اضافي ممكن نضيفه هون. المعقدات المناعية عم تجي على الميزانجوم، على الخلايا الميزانجيمية، وعم تعمل تفعيل لها الميزانجيل سيل في كروس توك، في بتحكي مع الخلايا الثانية، بتحكي مع البودوسايتس، بتحكي مع الخلايا الاندوثيليال، بيصير تفعيل المتممة انسايتو، بيصير اطلاق الوسائط الالتهابية، وبيصير في اذية خلوية، وبيصير في عندي اذية الاي جي اي نفروباثي اللي هي بتصير فيها هيماتوريا، بروتينوريا، البروتينوريا ما بتكون عالية كتير، اضافة لاذية الكرياتين، ممكن يصير في اذية خلوية يرتفع الكرياتين كمان. نتذكر انه الكومبليمنت بتتفعل بعدة طرق، الكلاسيكال باثوي، الليسيتين باثوي، والالترناتيف باثوي. بحالتنا بحاله الاي جي ان نفروباثي غالبا عم يصير تفعيل بالليسيتين باثوي. حبيت اذكر هالسلايد مشان انقض الفكره انه ما في متممه بالاي جي ان نفروباثي، هناك متممه في اكتيفيشن بس انسايتو، وبالتالي بالسيركوليشن بالدوران لو تعمل المتممه السي 3 والسي 4 حيكونوا طبيعيات بالاي جي ان نفروباثي. ملخص للكلام، زيادة حدوث الـ IgA deficient بالجالاكتوزيليشن بتشكل معقدات مناعية، بتشكل أضداد لهذا الـ IgA deficient، بتشكل بعدين معقدات مناعية بتروح على الميزانجوم، هذه الميزانجوم بصير في تفعيل المتممة، الـ IgA بحد ذاته في له مستقبلات، بيعمل تفعيل الخلايا الميزانجيمية، بيصير إطلاق وسائط التهابية، بيصير في عندي دمج، بيصير activation للسيكندري باثويز، وبعدها بينتهي بالسكليروسيس وبالتوبيلر توبيلو انترستيشيال فايبروسيس اللي هو الطريق النهائي لكل الإصابات الكبية المزمنة. طبعا في موديفايرز مثلا الجينيتك باك جراوند، الجينيتك بروجريشن، كل العوامل الثانية ممكن تلعب دور بتعديل الإصابة. مخطط ظريف نوعا ما فاني أظن وجدته على هذا الويب سايت، بيلخص الكلام اللي حكيناه. لسبب أو لآخر العامل الوراثي حيتشكل معنا الجالاكتوز ديفيشنت اي جي اي 1، هذه جالاكتوز ديفيشنت اي جي اي 1 حيهاجم الاي جي جي، الاي جي جي حيشكل معها معقد مناعي، حيروح من خلال الدوران، حيترسب بالميزانجوم، حيعمل اكتيفيشن للكومبليمنت، وكل بيعمل كل المظاهر المرض.
بالنسبه للباثولوجي، بنرجع للباثولوجي، حاليا ما عاد مقبول كطبيب باثولوجيست يعطيك تقرير انه المريض معه اي جي اي نفروباثي. من عام 2009 ظهر هذا الكلاسيفيكيشن، سموه اوكسفورد كلاسيفيكيشن للاي جي اي نفروباثي، بيعطينا درجه الاصابه بالكبه الكلويه، لانه على اساس درجه الاصابه بالكبه الكلويه انه ممكن نقرر العلاج. كان في اربع عناصر بسموه الميست، بعدين ضافوا عنصر خامس السي اللي هو الكريسنت، وفي عليه خلاف بس انا حاذكر كل شيء حاليا موجود. الام هو الميزانجل هايبر سيلولاريتي، فرط الخلويه الميزانجيميه، بيعطوه علامات اما ام صفر او ام واحد. الاندوكابيلاري هايبر سيلولاريتي كمان بياخد علامات اما اي 1 اي 0 اي 0 او اي 1. السكليروسس سيجمنتال سكليروسس بياخد اس 1 او اس 0 او اس 1. والضمور التوبيلر اتروفي اللي هو الاهم، دائما بركز انه هو اهم عنصر بتقييم المرض او اي مرض كبي، هو قديش درجه ضمور الانابيب والانترستيشال فايبروسيس، فبياخذ ثلاث علامات تي 0 تي 1 تي 2 لما بيكون اكثر من 50%. الكريسنت ضافوها لاحقا، وفي دراسات اثبتت وفي عليها خلاف، بس كمان وجودها له دور انذاري اكيد لما تكون اكثر من 25% سي 2. هذا مثال عن اي جي اي نفروباثي. هذا الملون المستخدم هو البي اي اس، لاحظوا انه البي اس على الكبسول، لاحظوا انه في عندي في فرط خلويه عموما بكل الكبه الكلويه، في فرط خلويه بالميزانج، وفي فرط خلويه بالاندوكابيلاري. حقيقه لاحظوا انه في بعض اللمعات ما انا مفتوحه، ما انك شايفها ابدا، ففي فرط خلوية بكل من الميزانجوم إضافة للإندوكابيلاري، وهي بتحدث ب 30% من الحالات حقيقة، وعلامة تقدم المرض، علامة أنه في فعالية للمرض اللي هي بسموها الاندوكابيلاري بروليفريشن. هدول المرضى عادة لو كانت موجودة بيستجيبوا للتثبيط المناعي، بيستجيبوا لعلاج بالمثبطات المناعية. هذا مثال عن كريسنت، لاحظوا انه ما بعرف اذا شايفين، هذا طبعا الملون هو البي اي اس، لاحظوا انه الكبه الكلويه محصوره بالمركز اذا بتقدروا تشوفوها من بعيد، ولاحظوا انه في عندي كريسنت هلال محيط بكامل الكبه الكلويه. هذه احد عناصر الميست سي اللي هو اوكسفورد كلاسيفيكيشن. هذا ملون الترايكروم، الملون اللي بيلون الغشاء القاعدي والكولاجين عموما باللون الازرق، لاحظوا انه فيه ديبوزيت سب اندوثيليو بميزانجل اللي هي اللون الاحمر او اللون البرتقالي. اذا تنتبهوا انه في منطقه من الكبه الكلويه هي سكليروتيك حقيقه، مش مجرد ميزانجل اكسبانشن، هذه المنطقه متصلبه، حتى ما بعرف اذا كان هذا بدايه كريسنت هون او ما فيني اعلق، احنا ما معلقين تماما تماما في كريسنت، انا والله ماني عم اقرا صراحه، فهذا في تصلب في سكليروسيس، وفي عندك بدايه كريسنت حقيقه، بدايه الكريسنت. حكينا انه الافتح التوبل الانترستيشن فايبروسيس والتوبولار اتروفي هي اهم عنصر بانذار هذا المرض وغير امراض حقيقه، فلاحظوا انه اللون الازرق لما بيزيد هو دليل وجود فايبروسيس، هو الفايبروسيس، فلو طلبت منكم تعطوا علامه منخفض او متوسط او شديد الفايبروسيس، ما اظنكم حتعطوه اكثر من منخفض، لانه ما شايف كثير لون ازرق، ما شايف في ارتشاح ما في تليف شديد حقيقه، اللون الازرق كميته قليله. قارنوه مثلا بهذا السلايد، السلايد الثاني، شوفوا كميه اللون الازرق. طبعا الكبة الكلوية انسوها، طلعوا على الانترستيشن، الانترستيشن تقريبا كله ازرق، هذا بيعطي مقدرينه هن، طبعا الباثولوجيست بيعطيك رقم مقدرينه ب 60%، وهي علامة خطيرة، دليل انه هذا المريض عادة ما بيستجيب للإيمينو سبريشن، ما فينك لما بتلاقي فايبروسيس اكثر من 50% عادة هدول المرضى ما بيستجيبوا للتثبيط المناعي، او بمعنى اخر بيكون الاذية اللي حدثت ما عاد غير قابلة للتراجع لو اعطيت مثبط مناعي وعرضت المريض للاثار الجانبية لهذا التثبيط المناعي. هذا سلايد إيمينوفلوريسنت، حبيت حط من عدة مراجع من عدة صور لثبت معلومة انه هو ميزانجل ديبوزيشن، لاحظوا هي ما هي بيري كابيلاري، هي فقط بميزانجوم بكل السلايدات. بالاي جي اي هو ميزانجل ديبوزيشن، لما بصير سب اندوثيليال ب 30% من الحالات مثل ما قلنا، بيكون هذا علامة يعني ما بيقول انذار سيء، بيكون علامة فعالية اكبر للمرض.
لو صار عندنا acute kidney injury، لو صار عندي قصور كلوي حاد لمريض مشخص IgA nephropathy، لازم أعمل خزعة كلية لشخص الحالة، لميز بين نوعين من الحالة، حالة سليمة سببها البيلة الدموية الشديدة، بيصير في اسطوانات كريات حمر بتسكر الأنابيب، هي كلياتها بهي من مرجعين، هذه كلها كريات حمراء مسكرة الأنابيب، هذه مقاطع طولية بالأنابيب، أو إنه هون إذا شايفينها مقاطع عرضية عم تسكر الأنابيب وبالتالي عم يصير القصور الكلوي الحاد، هي الحالة بتستجيب للعلاج المحافظ. بالمقابل تشكل الكريسنت، إذا كان كريسنتيك آي جي إي، هاي حالة خطيرة تحتاج تثبيط مناعي شديد والإنذار عادة ما هو جيد، فلازم ميز بين الأسطوانات الكريات الحمراء مقابل الكريسنت. سلايد أخير أذكركم أنه توزع المرض، العرق الأسود بهذا الحالة هو الأقل، اللي جاي من أفريقيا ما بيصير معهم آي جي إي نفروباثي عموما، بينتشر بآسيا وبشمال أوروبا هذا الآي جي إي نفروباثي. أتمنى أن يكون غطيت الآي جي إي نفروباثي الباثولوجي والباثوفيزيولوجي بشكل مبسط ورؤوس أقلام، ممكن ترجعوا تقرأوا بالتفصيل عن الموضوع، موضوع شيق حقيقة ومرض شائع جدا، هو أشيع سبب للبيلة الدموية عند بكل الأعمار حقيقة، هو أشيع من متلازمة الغشاء القاعدي الثين اللي هو الرقيق، أشيع منه، هو السبب الأول حقيقة. فلا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب إذا أعجبتكم المحاضرة، ونلتقي إن شاء الله محاضرات قادمة.